كات 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 غير كيت عشان ما نتلخبطش. انا فاهم يا استاذ، كات يعني قطه. برافو، هو درس النهارده القطه السوداء يعني بلاك كات. بلاك كات. طب لو القطه البيضاء يبقى اسمها ايه يا استاذ؟ يا ابني ليه الاحراج ده بقى؟ ما هو لسه ما قاليش بيضة يعني ايه بالانجليزي، هو قال لي بس النهارده البلاك كات. هو مين ده؟ اه احنا هنضيع الحصه بقى في مين وسين وليه بقى اللي خلينا في الدرس المناهي ده، خلينا نخلص. بس انا مصمم اعرف القطه البيضاء بالانجليزي معناها ايه. مش توطي صوتك لابوك وامك يسمعونا. قول. طب قول لي قطه بيضاء معناها ايه بالانجليزي؟ حاضر. انت لو شفت القطه السوداء هتقول عليها ايه؟ هقول دي بلاك كات. برافو. لو كانت بيضة هتقول دي كات بس مش بلاك. برضو لسه ما عرفتش بيضة يعني ايه. بيضة ولا فرخة هنتفقس كده يا ابني. خلينا بدرس النهاردة اللي هو البلاك كات. اقرا الدرس قدامك اهو. امر لله ذا بلاك كات از بيوتيفول. صح. يعني ايه؟ غلط. هو ايه اللي غلط؟ غلط انك تسألني يا حبيبي، ده انا المدرس بتاعك، المفروض انت تعتمد على نفسك وتفهم معنى الجملة لوحدك. بس انا مش فاهمها. يعني انا اللي فاهمها؟ مش انت اللي بتديني الدرس؟ ايوه. وانت عشان انا اللي بديك الدرس هتذلني بقى وتحرجني؟ استنى ما اشوف الورقة معايا اللي ادهاني النهارده. ورقة ايه؟ اللي ادهاني سحس اللي بيديني الدروس. سحس مين؟ سحس انت، انت مالك انت سحس مين؟ استنى الورقة اهي. ايه ها كنت بقى بتسأل يا سيدي بقى بتقول ايه؟ بقول لحضرتك يعني ايه ذا بلاك كات از بيوتيفول. اهي ذا بلاك كات از بيوتيفول يعني القطة السوداء جميلة. فهمت؟ ايوه فهمت. اي سؤال تسألهوني بعد كده هكلبظ لك خدودك المكلبظة دي. امال اسأل مين يا استاذ؟ وطي صوتك لحسن يور ماذر ويور سيستر يسمعوك. ايه سيستر؟ سيستر دي يعني اختي. وابوك؟ يبقى ماي فازر. برافو يا عصام. شفت يا حبيبي بقيت شاطر في الانجليزي زي من يوم ما ابتديت اديك الدرس. انت بقيت فيري جود وانا فيري مايس. nice.